الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. مسألة كسب صنعت صلاة دا من نظربا مسوى ضروري كل يوحي سن نقليا علماء خلاف مسألة سو خلاف سنهين وبعض إليهن وضروري سأساود اللي ما حدين أيه وشيء هذا ضروري هاي حد ما بهنا إليهن بعض أهل العلم إليهن ما هو النظري سأساود ولا حدين أيه دبنا إسراء حدين أي رهدين أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مركا خلاف نوع كسب سنبيسون نقليين مركا الرأي إنه قرن أو أن نبذذ كقرن وحو كل سنية هاي قولك أرنا أي ونظري أي كل سنية وحينا قدن به حكمك تعريف كيسا إنا إنه صامرني وحكم محل إلى هذا حكمك للتعريفين إنا وحو كسب سنية هاي الحكم في الشرعي سيدا النظم قلفتي سبق السغن وأيو أحكام باكرتا متعددة وحل إلى ذا حكم عقلي حكم لغوي حكم عادي حكم شرعي كأحكام تبا أنواع قيب سنتها كحكم كاللغة الله يا حكم لغوي ماءها سيدا الله قرن أيو حكم عادي وعادة لغوي قاذين ماءها وعادة اللون نسبي حكم عقلي ماءه عقلي قلقو قرتي حكم كاللغة الله يا وحكم شرعي حكم الشرعي قابا لغة الله في الشرع مركي لغو قيده وحب بحضي أحكام تاكل ودنب بحضي مركو يلي شيخو خطاب الله علق بالفعل بلا اشتباهي وحكم كيو كتعريفنا أيو إنو يا خطابك إلهي إلا وحري بمعنى كتعلقه تعلقه وحلوك إذا سدو شيخو بفصر أيو الذي من شأنه أن يتعلق كشان يسو يهي إنو تعلقه أي اللوك إذا إكا فعلا بتعلق وقرد عي اللوك متشيد وهي هدي اللي إلى هذا كفعلا تعلق أقرد عي وأفعاش مكلفين تكو تعلق يا هدي سيدا اللي إلى هذا وحي النغانا سأنت تعلق لعين حكم معها سأنت أقرد لن وحلورنا يا الذي من شأنه التعلق أي اللوتشيدة شيخه وحول رحمه الله من ذاك ما يعلم أن العقل ليس بحكم يستقل أصلا إذ ليس مدركا لما في الفعل من حسن أو قبح بدون نقل من حيث ما يمدح أو يذم لكن بمعنى وفق طبع يسمو أو صفة الكمال أو ضدهما فالشكر واجب لمن قد أنعم بالشرع ثم ليس حكم قبله وخالف المعتزلي كله شيخ وحويله ورحمنا الله وإياه من ذاك كاس حقي سوحكاء هذي أما من ذاك كآودي وحكاء هذي كل شيء يعني وحن قلنا يا خطاب الله إن حكمك يا هاي خطابك إلهي قط تعلقيه مرك قيدك وحكب حي أيك شيء ما يعلم أن العقل على في الإطلاق إن لجليا في عنيد أو حركة ضم فتح هذا سدى الجمدة يا شعرك وحلا قصة مية ولا سيدة يا مرك ألف با هلالة أو قلا ألف الإطلاق لا يرهدو مركا مواضع عديدة أي النظم أي كل عيسى لكن صدى الصحاني وأن العقل إن لا يرهده ولا تشيده ما يعلم أي خروج ما كي بحتان كي سيعلم لقرنا أيه وأن العقل إنو عقله لقو قرنا أيه إنو عقله ليس بحكم يستقل أصلا ليس يستقل أنو لما ذحبنانانا إنو لقار نقرن بحكم حكم أصلا أصل هامبا أما حق أصل هامبا إذ ليس مدركا صابت وحيتهي عقل وما أهمدها ليلة يلما في الفعل وحا فعلك كسونا ذو من حسن وناقه همزد وحي النقنيس وصل بين النقنيس وحركة النقل بين لقسمي حركة النقل مركي لقسمي ساكنك كهر ريا بحركة ذي همزد اللون النقلي ساكنك كهر ريانا وتنوينه نون ساكن الأخرين أيه مركا نون كاسا كردق مياه من حسن نو قبح بدون نقل بالآخرية سيدا وحا اللورنا يسيء النظم بأتشابين مركا هرنا يعني النقل حركة الهمزل النقلية ساكن كهرية اللون نقلية ضرورا ما هي هو اللغة فصيحة أوي سأساوي ذات بقرآن كمواضع بضان قراء السبعها قاركود أي آخرية من حسن ومن حسن وناق أهاتي أو قبح
يعني وحا فعلك كسوغنا دي عقلو اسكما هليلي كرو اسكما قران كرو حالوش إذا وحا فعلك كسوغنا دي من حسن أو قبح وحا فعلك كسوغنا دي وناق أو قبح أما حمان شاء اسكما هليلي كرو عقلو دي ولا ما قارن كرو بدون النقل يعني حسن إيا قبح إياسو كمرا نقل كمرا يعني يدو النقل لغو صور هرين وشرعيقا لغو صور قورين وشرعيقا آنو كاقادا بدو إسكا قران كارو عقلكم ماها شايقاني وا حسن أو واناكسن يهي إيا شايقاني وا قبيح أو وحن يهي وحسنك يقوب حيقا معاني كالدوان بو كرد عاية معنوه أغتشي ذا تلوكي من حيث ما يمدح أو يدم حسنك يقوب حيقيبو فصير إيا نوع مركا ويهي إبهامك قلي أي فصيري مركزون من حيث ما يمدح أي من حيث يحصل المدح هل كن مدحك كحصل أيه حصنك مركز اللغة تشيده يعني تشهد مدحك يا أمانت كحصل أيه حصنك لغا قرته أو يدم أما حق دالي عينت كحصل أيه وهذا قبحك أم حماشه لكن بمعنى وفق الطبع يصمو لكن يسمو هيا شوى كرنقنا يا عقلك بمعنى وفق طبع وحكو كرنقنا يا علمك علوك اسكاله طبعك وافقتانك وافق يمعنه سكو كرنقنا يا حق انو طبعك وافقه تاسو حق رنكرا شيك انو يهي موافق للطبع وملائم له او صفة الكمال اما وحكو كرنقنا يا بمعنى قرن يا عقلك هليل يا sifada dhameystiran ka sheyga ku sugan inuu kaamil yahay yen kale aw didihima ama wuxuu garanaya labadeenu soo sheegnay lidkood ayuu garanaya oo sheygani inuu marka sifatu naqsi ku sugan yahay ayuu garanaya ama mulaim li tab'i muwafiqun lahu inanu ahayna munafirun lahu inu yahay ayuu haleelaya taa garanaya fa shukru shukru naqu liman qad an'ama لو شكر النقو كي مركا نعميي او نعمدا بخيي واجب بالشرع شرعك كواجب شرعك اي كواجب عقلك حم واجبيه ثم ليس حكم قبله ثم ليس حكم انت ادبدت حكم ما اهان قبله من شرعك كوري وقبل الشرع وحكم لا يلهدا مجرين احكامته حي كسغنات شرعك كسغنات عقلك كما يسغنان وخالف المعتزلي وخلافي معتزلي جنسي سي ايا خلافه معتزلي او دن اه كله ارن كان سو شيغني دمانتي وخلافه شيخ وحو نوت المامايا حكمك ان شرعك حقي سن لغا قاطو او حاكمك الله يهي ان الحكم الا لله واحد شرح حاكم يا حكمي يا محكوم به يا محكوم عليه حاكمك هو الله محكوم عليه قلنا جنسي أدون أو دنبي كدعي محكوم به هو شيء اللي حكم أيهم حكم يقول هو خطاب كي كسو أروري هل كان مثلا نبرارو تينو حكم يقول مركي نكو الرمي أن التعريف كأو الشيخ إن أمري وحي كسو بسنطة التعريف كي أصوليين توي وخطاب كي لفتي سا حكمة خلاف بانا مركي وركو تشيرو فقهاي أصوليين بالاسوا هيا والحكم كو شرعي أهي ما خطاب كي نفسي سا من لفت خطاب كا بسوى مدلول كخطابك يا يعني وحوية سيدة الشيخ مري ونفس الخطاب إن الحكم كيهي تاسوى تعريف كأصوليين تعريف كلا ترفق هادو أيليهين وأيليهين ومدلول خطاب الله خطابك إلهي وحاو كتصين أي أي حكم خطابك هو الدال حكم كتصين أي لفتيس حكم كما أها حكم كيو كتصين أي مركا تعريفك الشيخ مري ونفس الخطاب إنه يهي حكمك مركا أفرطاء إنه شيخنو حاكم يحكم يمحكوم به يمحكوم عليه وأفروي مركا حاكمك وحن نقونا يا الله بن نقونا بعبارة أخرى وحكالو لورنكرا الشرعي يعني نقونا هدي اللي يلاهدو حكمك والشرعي اللي يلاهدو قرآن كي حديثك بو أسوكري شكال بين السؤالين علماء قاركود مركا ليلادو خطاب الله كلي يلا الشيغو وخطاب الرسول حقا وقصارتين مركا حكمك وحي الهدين دي الرسول كوا مبلغ يعني حكمك إلهي بكسو نقلنا اجرتا لكن هو اللو إسنادي حكمك أشياء قاركود
ده إذن أبو حكم حكومية مركا حكم كي استقال له إسنادي حديث قارب أبي قصارت والنبي صلى الله عليه وسلم وحولي وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله يعني الشيء ورسولك حاران تنمي وحو لمديها يوحى إلهي حاران تنمي وأنا لسكو عطفي آياتك مركا الآخرين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رسولك إن حكم لقدك تنادي لذا الشيء فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وحي من العصان ينقل إيها كلا إن الحكم إلا لله أدل هذا حصر الشيء يسو حكم كإلهي كوكو بيسا تاصم العصان على كل حال خلف قواسك اللفظي السائل بدون خلافك اللفظي يهيبا تشروه الثمرة أين كل السنين أدل خلافك أنه الثمرة لهين ومسائل كوكال رسم يأين تشرين ويستسهلو وحل إذا ذا الخلف اللفظي والخطب السهل مركا عقل قول لما قارن غنكر حكم كالشرعي إنه إسكاقرته حانو ولا قارن غنكرين شيء وناقة كتشري حمانته كتشري تأسك ما قارن كرو وحبك ما قارن يا شيء ما يوحن أتشهد نابي لهدين وناقة يا حمانته مركا لقا ورميه صدح معنو كالدوان أيا دعاذا إن لوغة تشيدو مروح دعاذا إن لوغة تشيدو شيء إنه طبعي وافقيه إيه إنه خلافه طبعه كذيذيه مرتوى لغة شيدة وملائمة الطبع ومنافرته حسن يقبح والله وشيغة الشيء هذا قار كودو حدعي كارتقفك الطبعي يسي إنه كالسوب وذا مركو مقلبة أما مركو أركبة الشيء هذا قار كودو حدعي كارتقفك إنه إيشو دو وافقه أنه كذيذين هدي حسن يقبح يقلو شيدة تاه ملائمة الطبع أو منافرته هدي اللو شيدو عقل هو هليلية مثل لباد هدي اللو شيدو حقا كمال كي النقصانتا هدي تال لو تشيدنا عقلو هو إدراكي كرا يو هليلي كرا وواميدو عقلو قران كرا مثلا تهوريتو ساليهيدو ملائمة الطبعي أو منافرته روحا غرقوما يبضا كردعاي أما بيوح لقا كردعاي إن لقبت باديو تيني وناكسنتا هاي وطبعي قوافقا يسوطاوا لقران اياه عقلدو أرني إدراكي ونفل بدبادينيو والنف لبد بادني روحة بريدة أو واحد دم بيو حمانة وقال أين تشرين إلا يسكتوه ما يستوتوه مرة كذا لقى صاره تانا طبعي وكسب بودية مركا تاسيوا وناكسنتهاي روحة غير قومية إلا بد باديو تنوى حنتهاي روحة وحبا كسبا أو وحو قلب صدو دم بيو أين تشرين إلا يسكتوه ما يستو حمان لقوتوه ما يستو إلا حنتهاي تاسو كلاها دي اللو تشيدو يعني وحوي عقل جوه هليلي يا وكرمي صفة الكمال يا صفة النقص يا دي اللوتش إذن عقل جوه هليلي ولا إذا ذا العلم حسن والجهل قبيح علم جوه وناقصية بمعنى والنوع كماله جهل جنوا قبيح بمعنى ووح نقصان تاصن عقل جوه كرمي وناقد علم جوه ناقصية هي وحلي العدو ولا بوه تعشى إذن إيه الكيسة أهين آيات على يستين الوصف فيه وناق وناقصية هي درادي جهل يقولون وحيه عيد أهل كيسة كم ذا بنعية إن لقص فيه وجهل كيادل وها جهل باطي وحناقية حوجة حناقية وحدريمية النقصين وكشرو دريمية مرك الله بضع النوع هدي اللوت شذا ملائمة الطبع أو منافرته أما صفة الكمال إن يكون سجنتها أما صفة النقص يكون سجنيها تاس عقل جوال لجوه ليليا بالاتفاق لكن هدي اللوت شذا يعني الشيء يعني ووحو يعني ونكسن الروح مركا كسبدو لي ما دا إلا صوابية أي تاهي أما هو الشيء حنو روح لي ما دا إلا عقابو مديهي تاسو حلوها ليلي يكلي شرعي شرعي أيوم بلوها ليلي مركا وحي كردقين صدح لان نوع نوع أفراد بعلماء قار كدرين نوع أفراد وحي تاهي شيء إنو مصلحة بديهي كان كلنا مفسد بديهي ومصالح بدني كتشرت الشيء هذا اللي هو وناكسن يهي بمعنى وكثير المصالح أما مصالح خالصة أما مصالح راجحة ياكو الصغن ولا لي هاي الشيء هو قبيح بمعنى وكثير المفاسد لباتوين كيساب بدن ومفاسد خالصة كو الصغن أو صافئة وان مركا وح مصلحي وهلي أما مصلحة وابو وهلي ساي لكن مفسد ذاك بدن تالف تيد حسنك يقبحك إن لوجت شيء دوا دعبا، مركا علماء الشاعر ذو بديبه وحيليهين تام مصالح ذي مفاسد كصاب صن عقله واسكمه ليلكه،
اسكما قران كرو نو عن كلي هليشينيين نو عن كلا اي هليشيني مساله دا نو مساله معتركه قول يها معتزله اللي يدا وحيليهين عقل ودمان واهليليه شيء يعني حتى انه الثواب كم متيسن يا الروح ام عقاب كم متيسن يا عقل قال لو قرنيه ساساوي حجته وحي كو قنتي مركي روح عقل لسيي حجته وكو قنت شرع وانا حجدي ايون بو سي ايدا يا سي خوجينيا اي حجده روح لو اوغيا شرعي كليا كما سغنان عقلي اي كو سغنات شرعنا هو مؤيد وايديا ساساوي بناء على رايهم معتزله مركا لو سوقدو رايغودا waxay noqonaysaa ciqaabta iyo sawaabka ba in lagu mutaysanayo aqliga lagu mutaysanayo taasi waxay ka hor imaanaysaa aayadka quraanka wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba allah yuri idna adabi mayno ila an rasul sadira rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin nasi ala allah hujjatun ba'da ar-rusul marka hujjadi inay ku go'day oo ku ogantay rasuulada soo diritaanka la soo diraayo aayada Ilaahay inoo sheegay walaw anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza marka aayadaha quraanka wax laga qaadanayo in aan cidna bal adabaynin idan sharci soo gaarin taas laga qaadanayo marka qawlka oranaya sawaabkii ciqaabkii wuxuu ku sugnanaya aqliga kaliya taa wuxuu ka hor imanaya نصوص تأدلة كارمانية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نجعل لهم عقولا وننصب لهم أدلة لما أرن إلى أن عقول يلعدنا عذاب مينه آياتنا أن نتاقنه آيات كوني يكف كران وعقلا أنت يقف كران دبضنا أي أقون صدان إلهي بيين عبادة وحق ليه يعني يكون قرطان مركز وحكا صلو حلالي وحكا صلو حرام سأل لما أرن مركا الدليل كأيا كوري ماني قل إيها أشاعر ذو موضوعا نوعا ما واحد مدى تفريط إني كو السمايين بضن كودو سيدي مرين إنك استعيد ير أو يغا كم إذا أي خلافتي أو وح كم إذا أي سكتي ما تريد يدا وح كم إذا مسائش أشاعر ذو كو خلاف سنطة الأشاعر والما تريد يمركو رمذهبان ويسودوهين لكن فوارق بيليهن كو كالدويهن خيالا أي كو كالدويهن أي إليهن فوارغ ذا إليهن وقال لقوا الرماي كتبابا لقوا قرأ مصنفات بقى لقوا ألفين من خلال الكتب نواد دعضين لقوا الرماي كتب مستقل لقوا ألفين واجران مسا إيش هو حكم إذا التحسين كي التقبيح هدى أي نتشوقن شيء قرش هذا لقرنا يوم حسن با مقبيح با نوعا ما وحي السوقيان معنى كالزيادة بما تريد السوقيان ملأمة الطبع أو منافرته أما صفة الكمال في الشيء أو صفة النقص فيه لبضع النوع السجين نوع كلو كزيادة بي السجين أوحي لي إن شيء إنه يهي شيء مصلحة سوف ربضنته أما مفسد سوف ربضنته أما بعبارة أخرى يعني شيء روح إنه كم مذنكر لها ثواب عقاب يعني معنى النوع سوكر السجين لكن عقابتي الثوابك كما فليسه بمجرد عقلك كلية لابد وين الشرع وصعروره قال لكم عقابي بس قرشد أو الروح عقلك وحاكو قرتي لكو عقاب ما مذهبك سلفك أي قبيلنا سيدا مركا وحوي أي ما تريد يدو قبان ساس أي وافق سنة سيدا ما تريد قبان إن لا إله دو شيقة حمانتيس يوناقي سلما بقران كرو إلا شرعك صعروره marku sharcigu soo aroray dibadeed baa la garanayaa ha kan waa wanaagsan yahay waayo sharciga ku soo aroray kan waa xun yahay waayo sharciga ku soo aroray inuu xaraan yahay laakiin macna shayga ku sugan oo sababti loo xaraantinimeeyay oo iska haleeli karo la iska garan kara ma jirto ala hada waxina afcaasha ilaahay lama tacaliiliyo oo wax tacaliila ama sababayna laguma sameyn karo mas'aladan bay ku bineeyeenoo qolada ashaaciradu ama badankoodu oo ay yiraahdeen وحان لو سببين كرين ده شيغو شرعيغو أمرنا وحو نغونا يا شيغو ناكسن شيغو ريبانا وحو نغونا يا شيحون انتا آن أمر ينهي كسو أرورينا وحو كدقين يهي مدان حماني يووناك إساق اللغو صفين كرين مركي الدنبيه الدود اللغة بديي آد اللولاد دوضي اللي يلو وحبوبا شيغا لغاما قران كرو كاللعي بالسبيان بولمي ديهي يا
يعني وحوي أنت شعري كسر وروح الله وح كسر جي حماني ما شفته وقال هذا أنت لجري بين كفر جي حمانت إن الزنا ذو حنتها إن كفر جو حنيها إن شرك جو حنيها إن ظلم جو حنيها إن بين ذو حنتها إن صدق جو ناقصية يعني وحيالها النوع عصر لم وح لإدراك يعقل وقرن أي ما هاي ذات النوع عصي مركب وحاي مصحنا واحد شراء لمن وقت الجاهلية ده خمر جقرتين وحنيها عكمل ذا قيس ابن عاصم المنقري مركب دم بوا إسلام ود مسلم ونقض وحي علماء ذو إلى من الذين حرموا الخمر في الجاهلية كو خمر التحريمية وقت الجاهلية ذا يكمل ذا قبينا وكتري وحر رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة فلا والله أشربها أبدا يعني وحوي خمره سوى أوفي عن يهبولي لكن وحولي سفوين روح مركا عقلي قال فسها دينيس مركا صد ذاك دارت أولي والله ولي عبي ماي ولا أشفي بها أبدا سقيمة روح بكنا كما الدويني مذا لعب بينا مكو سوء انتو أصوى وضيع يوح لأن الخمر تفضح شاربها موضع شاهد والقص خمره حي فضيح دينيس روح عبه يعني دتك عبه وي فضيح دينيس أوه لأنكي ويناي شرفت لها بهدو خمر عبو لغي أبا كاديس إنو قصدو أما كاديس كفو اللقضو أما دارك أبو إسكال لغو يعني إساقو قاون أسوق مرو مركا يعني حمان شهر نوع عاسي ووحل إدراك وعقل وقرني مركا أشياء شرعيقا أشياء قار كود حمان تودي عقل قوال لغو قرت لكن إن لغو عقابي شرعي كحدنا أشياء قار كود نوانا قودي عقل قوال لغو قرت لكن لقى الثوابين يا شرعك وكحرنا أشياء قار كودنا وحدي عكرت الدع عقل إنك قرصنت مركين لها عقل وما قرنا يوم وحكي دراك يا بمشرو ده صح معها صح يعني ما نقنس ماذا بالمعتزلة سيدا مشهور كاي وسيدا صاين تلماني وأنا سيد الشيخ مرك ورا النظم يؤنس بين أيو لكن حوجا خلاف مذهب كود قصة بصنب وشرح قصة ونقلناها آه يعني معتزلة وحيلين عقلك أي حاكمة وصيدة مركة مشهور كاء ابن السبكي جمع الجوامع مرك الشيء جاي وحرنا يا وحكمت المعتزلة العقل معتزلة وحي حاكم كديجان وحاكم لما اعتقاديا عقلها شرعي محيلين شرعي هو طابع للعقل أما مؤيد له حكم كي عقلك اللي جو أجادي يا ما خلافية وسيح وشني وسي تاجيري مركة معنوه حود عيا عقله إنه لجار نقول يو شيء جن إنه مركا وأنا كتر تيب سمايو مدح يا أمان يا الصواب كتر تيب سمايو يا إنه ذم يردل عيني عقاب كتر تيب سماي عقله قال لجار نقول يو شرعنا طبع بو نقول يو شرعنا طبع أيو نقول يو أما بعبارة أخرى وحكت الماميان عقله ما خلاف يا شرعه مركا سيد الشرع وحكم لها أيوم بعقله الشيء جيه شرعه مركو صار ورنا سيدي وتلمامية شرعي عقله اسمه خلافية ماذا اسم خلافية ما أرن كان معتزلة ذو إن عقله حاكم كردكتين ماذا كل اللي لجاريهين ماها وأيو ده قول يبضا أي مركا لقبة هذا يمكن كمركا أهل الكلام كأما أشاعراء مما تريدية إن بضا وكم ذي وحيليهن إذا تعارض العقل والشرع قدم العقل هدي شرعي عقله إسعارضان وحل هور مرينا يا عقلك أي الله هور مرينا عقلك الله هور مرينا بيه مركا ما دام عقلك أي حكمك سيغالي بيه ليانو إساق قدم إيان وحكو تشرت النوعا ما غلو أي قسم إيان عقلك جهاد مركا لقى إيه المهم معتزلو حكالو كشاقي بعض كم ذي إنا مركا تصريحين إيانو ليهين حاكمك والشرعك لكن عقلك دو وافق إيانو خلافين كوح وافق إيانو عقلك لكن أنا أقول ما إنه عقلك حاكمة كاسنوا قول وكسر النقلية معتزلة قاركود إن يدهدين مركا التعبير كسر أقول جيان بكير الدون مركا حكمك وحكمك الشرعي إليه لكن عقله ده ما بخلاف هي سيدي مركا الشرع جنب حكمية ماذا بكرا أصل ناظم معتزلة ذا أي أرنا يا ماذا بكرا لو حي طاي وين ليداده نعم للمعتزلة مذهب آخر أن العقل يدرك المدح والذم في الحال ولا يدرك الثواب والعقاب في الآجل فاقتصر عليه كثير من النقلة وقواه بعضهم قول كاسي مركا الإيغو إن لي لهدو حوي ثوابك عقابك الضمب مهل إلى أيو ومقرنا أيو لو حنقنا يا مذهبك أهل السنة إنو كسر دوانا يا أيو نغني
أما مذهب كأهل السنة وافق أيه بعض المعتزلة ذي السياق التري مركب ما دام إنه قرناي حكم كعقلية إن خلاف كاس الجلي ثواب كعقاب كان إنه تلماني إذا الله عد السنة وأبتر سطا إن إليهين عقل كلي اللي قمها لي لكره ورود كالشرعي وكحرين يا ثواب كعقاب شكر النقى إلهي الله شكر النقى يا شكر المنعم ما هو حكو واجب بالعقل مثل بالشرعي ما هي الشرعي كلي يكو واجب منعم كإن الله شكر النقى شرعي كلي يكو واجب عقلكم واجب قولك كلامك القصة عدى معتزلة سيدة قبان بعض الحنفية نسيدة ضوابه ويشين به وحن نقول يا شكر النقى منعم كالله شكر النقى بمعنى إله إلا شكر النقى وحقصنا ذي عقلها لكن قول كاسي دوا قول عن صحنين النصوص تكهر إيمان اللي هدي لها عقل وقصنا ذي حكرنا ليس بدون شرع بالروح على عقابية سقو وحسو قاري آنو تشرين رسالة سو قاري آنو تشرين أيا مركا العقابة يا باب مركا كرنا ليس تاسنا وحي كهر إيمان ليس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا باب كان هالضباء وحكى له علماء أي دهدين مركا لقاه الله يشكر المنعم لبا مسألة شره مسألة وحيكو سابسنطة هاي حكم الأشياء قبل ورود الشرعي انت شرعي بس أرودين كور حكم كأشياء دولا هايد محايا هايد تاد خلاف بالقليو واربضن باكو السغن واربضن أيكو السغن قولو حلي هاي حكم أمسقنين أشياء داس شرعي كور لا حكم للأشياء قبل الشرعي قبل ورود الشرع حكم أسقنا ذي مترو وحنا اللون نسبي سدا إنه أشعري قبو وابو الحسن الأشعري مذهب كيس إنه سايح هيا شيء تفسير كذا لسم خلافة ولا حكم للأشياء قبل ورود الشرع بعض الأشاعر وحيدا سي حكم اللون فينا يا حكم كوا قديم وحكم كإلهي حادث ماءها وعلى مذهبهم مركا ما دام قديم يا سي اللون فينا يا بعض كلا وحيدا مذهب كأشعري ماءها حكم بقى مصونا الأشياء ده لكن علمي أين أقول لأن هاي حكم كإلهي أشياء ده أصبنا ده قبل ورود الشرع مجرور وأن في علمي أن في الحكم معها وحكم كإلا النفي ما دعي كرتي له لكن علمي أن إلا النفي بصحة إن هاي شرعي أنه أرورك أصوى أروري كاهوري وحي له ووهم على الإمام وأنا صدق الشيخ هذا مريو بعض كلام وحي أفسر المركو حكم كالشيخ النفيين أيها الضيبة كالصغنات وحي أتشيدا نفي التعلق إنه تعلق النفيين أي أتشيدا على كل حال عبارات كإطلاق أيان حكم كوا قديم نظر باك الصغن وهي وحي كل سنطة هاي كلام كإلهي معين كأهوا قديم بي كل سنطة أما سلك استعو ربي حكمي يا شيك استعو حكمي وحي حكمي حكم أن بلا ولهين قارو صوب بلا مئين تشرين إذا مخلوق بتشرين بأحكام تن حكمان وهي كلامك إلهي والنفسي ما دام والنفسي هاي شيء وإلهي حكم الدونا وحسود الرنيما لكن صح ذو حي تايسد أهل السنة والجماعة يقبان وعلماء المحققين تأي الشيئين وإن لا يلهده إلهي شيئا فشيئا وأوهد الله يتكلم إذا شاء سيد السلف قبل قصر النقي يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء مركو الدون وهذا لا سيدو الدون عن وهذا لا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يعني محدث بال لغت الماما كلامك إلهي مركا كور رميان واتعي علمدوا إلهدان محققين تاي وقديم النوع حادث الأحد كالنوعهم وأهريه ولقيب إلهي كلام وكصف فيصنا بلا وملح وقديم بلا ابتداء حل الأرانيه صفات الكلام لو صفين يا مركز أسود دردي مجر ولي قيبو كصف يصنع هدو الدونة وهدلي إنو هدلنا كري وحادث الأحاد أفراد الكلام كوا سود دردو شيئا فشيئا بأسود درنيس وصدا صفة الخلق إنو إلى هاي التكوين يا إيجاد سمايو وحجر سيو وصدا ربي قصف يسي ولي قيبو إلى هاي وقصف يصنع إنو مركز وحبورو وقادركو يا هاي إنو وحبورو وخالق إنو يا هاي مسود درن التطحاوي أرنا يوم ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري يعني خلقك أبوريتانك أو أبوري مقع خالق مكررصا ومركا أمسو الدرين إولي قيبة إلهي خالق بوها
ولا بإحداثي البرية استفاد اسم الباري سود الرسين تيسا ومخلوقات كان سود الرسيين مقع الباري مكررسم وإلهي صفة ومكرره وح نقصانة وكنت ما دا مجرته وح كمال الله عرنا يا كمال كاسا أكرين مجره ويا وح كرد عرنا يسا نقصه مركي وراء قصونا ما دام يسدا سيضاء تهي يعني صفة إنه وح أبوره وخالق يهي وليجيبه كسف اسمه بعض ما قال ضيوع وحيلين مركه هروح وها خالق مجاز بو خالق وها مركه ضمن حقيقه النقطه تنوع سوى غلط والمجاز يجوز نفيه بلا يده ذا مركه صح ذو حي تهي وليجيب الى هيوحها حقيقه اي خالق وها اما خالق بالقوه هذا اما خالق بالفعل هذا يعني تعبير كعلماء قال وكعبرا خالق بالقوه يا خالق بالفعل مركه صاصوك لصفه الخلق والتكوين كي إيجاد كاللو تشيدي يترسينتا سيدا اللو أرانا أيو وليقيب ربي واكو صفايسنا هدنا مع ذلك شيئا فشيئا بو أشياء ذا أو أبو رياه أو شيء كاستوى مربو أبو ري يعني عرشيق مربو أبو ري كرسيق مربو أبو ري عراركي أدولك مربو أبو ري يعني هكذا إنه والد دذن واختبو أبو ري قلوبة مركيسة واختي دي أو أبو ري أيو أبو ري حلي قودي إنه واختبو إن أبو ري دادك صوص عضنا واختي صوص عضو أبو ري دونا مركز صفة الخلق وحين غنيسا صفة الخلق وجمد شهدنا مخلوقة إلى وقت هذا قد بقى الخلق أنت اللي يلهذ مخلوق لو تشهد اللي هو فعل بمعنى مفعول مرادك كما لكن وحين تشهدنا صفة الخلق أبو رستو إلى هاي وح أبو رأيو إيجاد كي التكوين كأه تاسين وتشهدنا قليها أشاعر ذو مقبان يعني صفة الخلق اللي يلهذ التكوين إيجاد إن رب الوصف فيه لكن ما تريد وأكو خلاف صنط ويقوى السقيا سلف كنا دواب السجيين صفات استقصى أرورتي كتابك يا سنة ذا يجوا السجيين الصفات معينة بس أنت السجان أنت كلاين يلهدان هاللعري يكواس هالأوله يعني ما يسميني خلاص هذا وحيت هاي قل يهاس مسائل شيء كترتيبين وحكم إذا مسألة ذا قصة بصن حكم الأشياء قبل ورود الشرع مسألة كلها دب شرته مركز شرع وصور أروري الدبدين هذه الصورة صور ككم إذا أي حكم شرعي وجهليلي وينه وجرم وينه محكم كده نغني تاس علماء وشو خلافنا صدق قول بكلي قولوا حليها هو حرام وحلال وحأهون شيء شرعي وحلالي بحك الحرام ما يكون باقت يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات محكم الصين يا بيد الدين قول كإلهي إنه تحريمك السابق يهي ده شيء حلاش على حلالين يوم حلال قدر سداس أي الدين قول كلا بدو حليها وإباحه وحين أودر الشدين خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا هاي وحيدين أبو ري وحي أرلاد كسوغا لما أنت يدين أبو ري مركا انتفاع يكون انتفاع ينضطكم على أبو ري قولك السد حادو حلي وقفي وقالت وقف إياه لبدا الدليلين يسخلافين دلادين على كل حال تاصوح صحن شيء قفك كوايو أما عالمك كوايو الدليل قارن مدد أبنين إياه أما أحاران تنميني كوايو إنه أصل كيسي أعلني وإنه قنيسو دي هذه عبادتها هنا عبادته ممنوعة يا هيدو إذن الشرعون بيكبرنا ناطا دي كلا بدعي نقطة هذين عبادات أهينا وحاران تنميها دان لهيرين وحين نقونا يسامي اسكبرنا ولا ما قال وحيدا هذين هذين مصر الحديث وبضنط هنا وحن نقونا يا مباح هذين مفسد وبضنط هنا وحن نقونا يا حاران على كل حال مفسد بضن هذين الوهره وحن نقونا يساون شيء كريبا يو نقونا يا وكي استثنين لكن مركو وراء إطلاق إسك إطلاق وكذا إطلاقه أدي لها شيئا مفسد إيسا كبضا مثل حديث ما كسر ضرره على النفع فهو حرام وحين نقول إيسا سيقارة إن لغر يبه أي نقول إيسا وحنا اللي قدر إيشان إياه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إيو نصوص تكسر وما سكت عنه فهو مما عفى لكم وحين نقول إيسا عفوي أي نقول إيسا وحو الشيخ يري من ذاك كاس حقي سوى حكاء هذا بمعنى خطابك إلهي إن حكمك يهي يكون تعلقية فعلك مكلفك ما يعلم أي خروج ما كيف بحتان كي سيعلم لأغاني أن العقل عقله ليس بحكم يستقل أصلا إن لما ذحبنا نانا يلقار نقنين حكم إذ ليس مدركا صابت وحي تأمها ليلة أي عقله لما في الفعل وحى فعلك قص نظام من حسن وناقة أو قبح أم حمان شاء بدون نقل حسن قائي قبح قصو نقل كم مرة شرعي قال قصه النقلية من حيث ما يمدح أو يذم حسن قبحك حقين لوغة شيدان والنوعي وناقا يحمى شخص
من حيث ما يمدحه وعكاء هذا حقه كحصل أي أمانت كحصل إس أو يذم أمر دلعينت كحصل إس أي من حيث يحصل المدح أو يحصل الذم لكن بمعنى وفق الطبع يصمو لكن يصمو هي شعق لقوة قرن قنية علمها صمو إسكله حلوت شيء ذو إدراكية إلا النظم يكوها جسنا يا مركولية هي صموية عقل قوة كوكر نقنية بمعنى وقرنية بمعنى وفق الطبع يعني الطبع إنه وافقية أي عقل وقرنية شيء غني وملائم للطبع وإدراكية عقل وقرنية أو صفة الكمال أما حسن إنه هي صفة لما يسترن كشيء كسغن تصنع عقل وهليلية وكوكر نقنية يعني وهليلية أو ضدهما أمل بدل لتكوده أو منافرة الطبيعية كلا هذه صفة النقص أنت عقلك وإدراكي وهليلي كبضا ميا سيدة صحيحة أنت إن كبضا إنه هليلي كرويو مصالح دي مفاسد الشيء قصو غنى وادعي كرتا إنه هليلو حتمي ما هم مسألة كستا إنه هليلو في بعض المسائل وكقر شومي كرتا لكن يعني مصالح دي مفاسد الشيء قصو غنى عقلك وهليلي كرا وقران كرا لكن ثواب عقاب إنك ترتيب سميس آخر أهان يعني تنوع عقلك مهلي لا يح من السقي من النفني أحكامت الشرعية أي أفعال شيء إلهينا إلا تعليل كرا لأدلة الشرعية الشيء قيسة مركز هذا الصحضاء تعليل وقل كرا نصوص القرآن كان وحكو الصعر ورطي مواضيع بدن أولا تعليلين إلى مركز العلامة ابن القيم أو يلي تعليل كإلهي أفعاشي سلا تعليلين أيو أفعاشي خلقها أهاتو أما الشرعي ها أهاتي القرآن ككسو أرورتي هذين نقول لها يعني بقول ميلود أما الله بقوله ميلود وابسرتين لها بولي لكن كون ويكبض أنت بولي يعني استدلال كباب كي سوى طويل النفس أدو يعني مركا أبضيا مركا لو بقوله ميلود أما بقول ميلود هذين القرآن ككسو أروري لهايين لما هو أبو وابسرتين لها بولي لكن ويكبض أنتها كن موضع أنت ككسو أرورتي وكبض أنت مركب واحد السؤال روريو وحكي النقطة ميت كبرنا صار صورني فالشكر شكر النقل لمن قد أنعم كنعمي الله باللوتش إذا شكر المنعم باللي له ذا مسألة ذا تحسين كي التقبيحة مسأيش الله قد ترتيبين كم طاح وعدة لي مركب وحوي الثواب كي عقاب كي حتى ويه للي عقله وحيلين شكر المنعم نوى واجب روحي مركب لي مو وين العقابة شكر المنعم كوا حسوق لي معرفة إله إلا قرنيو وعسوق لي فعل أهان إن دي الله كلي اللي عابدو شركي اللي قطقو عبادة الله اللو كلي مركا حق اعتقادك يا معرفة يا حق عمل كان لبدا ميدو البس وقريس علماء قار كوكاري نواتشران حق مركا اعتقادك يا معرفة فالشكر لمن قد أنعم شكر النقل لو شكر النقل يكين نعمي الله لو شكر النقل واجب بالشرع شرع كو واجب عقل كريكم واجبين ثم ليس حكم قبله انت أدب حكم ما أهان شرعك هرتي ما أهان وحكم شرعك كوري مجرو وخالف المعتزلي يعني تشنسي المعتزل اللي يرادو معتزل أردن أهنا وخلافين كله كادم منتي بمركة خلافين ويقو حيليه يعني شرعك كري إن لقوه قانا يا صح ما أها عقل لقوه قانية بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل حتى وحلقوه قانية عقل لقه عقابتي الثواب كينا وحيكسو قنانا سيدا شرعبا كسو أرورين عقل لقه مركا رسالة إني سوق قاديكم أحدنا حجة إني كوقن طيكم أحدنا وفي مركا ليمي وحلقوه عقابه والله عقابه يا ولو رسالة بيني سوق قادي شكر النقن وحكو واجبيا بالعقل كلية أي كو واجبيا بيه ومن تعلق الخطاب في الأزل يعلم أن كل معدوم دخل لكن على معنى إذا يؤهل يكون بالحكم القديم يفعل نعم له تعلق بالفعل بعد وجود مقتضيه الأصلي من قبل أن يباشر الفعل إلى فراغه والفعل نقلا شملا للترك فهو أن يكف نفسه فكان مطلوبا بالنهي مسه أو ما بمعناه وكل فعل قد علق الحكم به في الأصل يعم ما كان محالا أن يقع لعلم ربنا بأنه امتنع كأمره لكافر أن يؤمن مع علمه بكفره إلى الفناء كذاك ما محاله للعادة كحمله لجبال معتادة وما محاله لذاته كذا كجمعه ضد الدين لكن نبذ وقوع الدين دون ما تقدم والسر الابتلاء حيث حكم ومن تعلق الخطاب في الأزل يعلم
ويعلم وحل أغانيا من تعلق الخطاب خطابك تعلق كتعلقي مكلفين تكتعلقي في الأزل يعني وقت جهر أنبلا وقالهين وكتعلقي أزل وحلوك إذا وقت أنبلا ولهين أن كل معدوم دخل إن متكستون لوايي وسوق دقلا يا خطابك سوق دقلا يعني متكستان تشيرين وأن موجود أهين معدوم أهي إنه خطابك السوق ودقل إياه لقوه قالي لكن على معنى إذا يؤهلوا هيا شيء وعيكوصة قانتا معناها مركة إهل لو قدقو وموجود لقدقو أهلي يأو يشو مركة خطابك وموجود مكلف دأو النقضه بمعنى خطابك تعلق كره يكون بالحكم القديم يفعله وحن قنيا مدو حوية السمينة إيا فعل كي لغوك اللي حكم كا قديم كأنا كس سمينة إيا وكس سمينة إيا بسبب الحكم القديم حكم كاه الرئيي أي كس سمينة إيا مسألة دو هل كان شيخو كاها الله إيا وحي كسا بسنتها معدوم كملك اللي فا أو تكليف ما كنت تعلقه مساكو ما تعلقه أما بعبارة أخرى معدوم كما قدقل إيا خطابات كالتكليف كمسمى قد قلوا مسألة النوع عاصيكو سابسنت مسألة النا ومسألة أن وحث ثمريه كتشرين وحث فائده كسوغاني مجرد إشكال لقصة أروري معتزيلة قصة أروري السيبة مسألة صابتين ومركي أي لهدين قليه أشاعرضو يما تريد يدو كلامك إلهي والنفسي وأنا قديم أي قليه معتزيلة إشكال قصة أروريين مركزا وحي لهدين هدي كلامك إلهي النفسي هي قديم نيا هي مينا كدلان إن لكلامك وحولي أمر بوليه نهي بوليه خبر بوليه خلائق دبي ذا انتشرين إنه إلهي وح أمري وحنا النهي مينا كدلان هل كاسنا مينا إمانين أمر بدون مأمور إنه أمر صعر ورويض عيد الأمر يبقين تشرين مسألة ذا سيدة وحي كانت إضراب إشكال كمعتزلة كأن طيبانا ليس لك جوابا بعض وحي منعيين ويلهدين أنه السلم ما إنه حكم كإلهي قديم كأه إن أمر إيو نهي إيو لقصفين إيو أو يضو خلائق دو أين تشرين با إلهي هدنا أمري خلائق دو تشري دون ته سيعين النوغو إمن مركو روما مسألة ذا السلم ما إنه مأمورك وحل أمر إيو يكوح لغا الريبية مركا النقدان غير تشرة مركا صال وصفين يا أمر إيا النهي إنيه شيء لغا أمر إيا شيء لغا النهي إيا مركا صال وصفين لكن قبل ذلك أمر إيا النهي لغا صفين ماي صداق وليها كنت غير حكم إذا عبد الله بن السعيد الكلاب إيوه أبو العباس القلانسي شيخنا شرح واقصه النقلين إياه أوحل وذهب عبد الله بن سعيد الخلانسي من أصحابنا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر تعلقا بهذه الشبهة بضن كي هضب وحي مرين أشاعر إما تريد يبدن كودي إن يلهدان لازم كوا التزامين لبنكم بصونا أعيد الأمر يعيد وحلق الرئيب يمدن بيدين يتشرين أيو إلهي وح أمري وحنا النهي الرابي معدوم كروا قدقليا خطابك وقدقليا سوى معدوم أي كتشره وخطابك السوقليا لكن بشرط أن يوجد هيا شوحك السوقليا شرطين لا شرطين أيو إنو مركا النقد موجود تاسوك السوقليا وانا الصدى هذا مركا النظم أو الشيخ أمري ويا غالب كأشاعري ما تريد مسألة ساسي كتك مسألة نوع مسألة كلامية مسألة أصولية ما أهم واحد شلت مسائل مشتركة أصول الدين هي أصول فقه أي سجي ما أدانه ككل ما بعض الكتب بابي كقرآن وكألفين المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه مركا مسائل بدل النوع عسى شلتها مركا تنوى مسائل شاسة كمت هيا شو واحد ثمره كل هذا هاي بابك أصول فقه ما شفته بابك أصول فقه واحد ثمره كل هذا هاي ما شفته شيخنا وحو تقريرنا يا سيدا أهل الكلام كأي مرين أيو تقريرنا مركا معدومك خطابك هو السوق دقليا لكن وحوك السوق دقليا بشرط إذا يؤهلوا أما بشرط أن يكون موجودا بشرط الوجود مركا أيو كسوق دقليا
وجود يضل لغو حرايو وحو شرح كورنايا. ومما يعلم من هذا القيد أيضا وهو إضافة الخطاب لله تعالى المقتضية لكون الحكم قديما لأن خطابه تعالى كلامه وهو قديم على مذهب أهل السنة في أنه صفة قديمة قائمة به وهي الكلام النفساني خلافا لمن زعم أن كلامه حرف وصوت قائمان به فيكونان قديمين كما ينقل ذلك عن الحنابلة وخلافا لمن قال إن كلامه حرف وصوت لا قائمان به بل حادثان يخلقهما فيما شاء من شجر ونحوه كما هو مذهب المعتزلة قالوا كما كلم موسى كذلك وفساد المذهبين ظاهر لأن الحادث لا يقوم بالقديم ولا يوصف أحد بما لم يقوم به أن خطاب المعدوم جائز مركو ليها الشيخ على مذهب أهل السنة وحوش إذا أشاعر دي إما تريد يدي بوشيدا بضيبه يسوء قل يهين لبدودو إن أهل السنة يهين لكن من مركا قار كذوا دعضاء إن يقل لفتود أي كلا حك سدانو قولوا قولوا ذا كلا في حدو لبدا قولوا مدوا البنوا كسوا بحضا إذ كم مدي إن يسا تراهضو أي قولا تراهضو أهل السنة هو أشاعر دا قولنا أي تراهضو ما يا أهل السنة وما تريد دا لكن جمهور كودو إن لبدو أهل السنة يهين ويسلوا قل يهين وحسي هذا الكيس كم مغتا حنابلة يصغي إنا نؤقلين أهل السنة إليه خلافا لمن زعم أهل السنة مركو مذهب كودي سيدة كردقي أيوحر خلافا لمن زعم أن كلامه حرف وصوت قائمان به فيكونان قديمين كما ينقل ذلك عن الحنابلة أشاعري ما تريد مركان لهرين أهل السنة دي وحمتل أي سلف كيبا متلي سلف كينا كلام نفسي وحلي لهدو دم يقبين ومرك كلام للشيخ أيون نفسي هي ماذا يقبين معها كلام نفسي عدي يقول رسالتي عبد الله بن سعيد بن كلاب وها أشعري ما تريدين وكقاتل وحانا كلام نفسي كردنا يا معاني ذو هدي كسو قمت إذا تذب عدى وحال وصفين يا كلام ولو أخرص بها النقض تصنع عقلا دور لما أرني من خلاف سنجي إمك شخصي آدمي لا يتكلم بكلمة كلمة أن كهذا اللين لكن وحقرنا يعاقل أهو معاند وكوكو ميسو إشارات كوكو دانية حيليهن على هذا المذهب مركز القصة عدوى متكلم لأنه يقوم به الكلام كلام كيو معناها النفسي أهي وكوكو ميا دعو قلدنا وحيسلو أقوليهن إن أنا مركز متكلم أهي وأنا مسألة كوري من يسنو سوستو آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سوية نبي زكريا إلى هاي وحكو يلي علامه وحكوا إن أريد هذا أوريستي إن أنا ضد كل هذا اللين صدق حبين يصدق هذا مال مدر لما يسترن يعني وح في يضين كقص جنين حضنا هذا اللين أنا تصميرين معنيه نوى كقومي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية معنيه أن تقوموا أي إشارك جدنين كلام كنا ولا نفي كلام كنا ولا نفي أرنك قصة بصن مركا حرف يا صوت كإنا ينفينا يان ومسألة يكسمينيهين أشاعر ذي ما تريد لكن سلف كوحي قبين أن الله يتكلم بحرف وصوت إلى هاي إنو كوهد له يعني حروف هي أصوات إنو كوهد لعض نصوص تروابا كنا واقعين با نصوص تلفتو ذا أي الشيقية إنو كوهد له سيدة حديث كبخاري بالشيقية ثم ينادي بصوت يسمعه من بعود كما يسمعه من قرب إلهي باو حكو دواقا عض ومقلايو كفوغي سيدا كدوي ومقلايو كفوغينا ومقلايو أيو إلهي كو دواقا مالين تقيامي مركا الصوت بالا تصريحي تكرا قرآن كو حكوت من نداء هي النجاء مناجاء لبضا مدوى لبنا وعض وقربناه نجية ويوم يناديهم فيقول مركا وتعلمت من قيم رنيا إن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما الصوتان نداو أهل اللغة حق إذا هدين للراجعو يا وعط كرديروي لدكي سنة النجاء بالله إله دايو ولد بيكوتو وعط كأندارين كلاهما صوتاني لبدا مدول با ومركز صودوي مدول با وصودوي علماء دي مركز أي مدى أها دي غاركود وحبي ألفين كتب مركز عناوين تاوضته سيدا الرد على من أنكر الحرف والصوت لقوليها كلام نفسي وحيلي لا يتكلم بحرف ولا صوت حرف يا صوتكم هذا وحكم إذا أبو النصر السجسي أيها كم إذا
وحنا دنتي أفر بقولي أفر أفرت المركي هجريدو أهيد عنوان كتاب كيسو مطبوع وياني وحل إلى هذا الرد على من أنكر الحرف والصوت عنا بظن كالأياء اللفتي قاركودنا مقالات بظن بي مركا كتب تودا كل حشاقة الموضوع عايكا غها الله عطك إلهينا دي سيدي صفاتك كلالا مرينا يايو عددك مخلوق الله من بدها كيف كيسا نقرن منه نؤمن به كما ورد سيد أسرى أروري بينور رميننا كيف كيسا نقرن منه كم مخلوقات كان الله من بدها إنه عدك إلهي مقل منه القرآن كهدي الروح أخريو ده صوت القارئ ومخلوقين مقلينا لكن نبي موسى يسوع عدك إلهي مو مقل وإلا تخصيصك الخاص يا لي إنه إلهي الله هذلي ورادك اللوغتش إذا محيته أدو هذا الكواس ستكو قاري وأن عدك إلهي مقل تخصيصك لغو قاري يا لي محل لوغتش إذا منهم من كلم الله يعني مدو إلهي الله هذلي أيا كم إذا الرسوش مرك إلهي لي. وكلمه ربهنا الله يلي وكلم الله موسى تكليما الله يلي مركا ولبهلك فعل كوال لأكده مصدر كيبا لو أكده وحن نقول يا إنه حقيقة تصين يسيد أبو جعفر النحاس بكسر النقلية إجماع النحويين فعل كادي مصدر لو أكده إنه مركا مجاز وحل لونك المشك بحري ونقول يا حقيقة صاص يلا نقول شيخ النقل وكسر النقلية وحنابلو ويلي وحي الشاكتين إنه كلامك إلهي حرف يا الصوت يا هاي لكن حرف كاي الصوت كاسي قديمين أيهين صاص يضاء مقران وكلامك إلهي إنه ربي كسف يصيه هاي كلام قديم إنه يا هاي واقبان سيدة علماء دردن بوقبان لكن كلامك معين كأه يا حروف معين كإلهي كهض لي الصوت كمعين كالله كهض لي إنه قديم أها مقران كلام معين يا صوت معين انه الهي مر والباء يعني مركا قادركو هاي انه كهض لحرف يا صوت واجبته لكن كلامك معين كاهي بحروفها وصوتها اني قديمتها يعني مدى مركا قبان معها ساس اودد يعني خطاب ازلئه او يدا خلق بشر وحاول الهي كهض لدونو دن هره او كهض لي تاسنا بلو اين الهين ده سدا ويسغا يالي صح ماها معناها نعاس إلى هاي شيئا فشيئا بو أهض الله سيدو شيئا فشيئا وحو أبوره أي شيئا فشيئا إلى هاي وهض الله مركو الدورنا وهض لي شيك استو أبوري أنا كن بكو أبوري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كلامك سنة مشيئة دي سوكو حلين يهي كلامك معين كأبا قديما لقمت المامي كالنوع هان هذا الكوين وهو الرئيواجر تا وحادث الأحاد قديم النوع حادث الأحاد ساس يدوي مركا مسألة قصاب صن معدومك إن لا خطاب وجائز قصاب صن نظر با قصرا ساس أودد أي علماء أشاعري ووينا قركود مسألة النوع عاسي مدمد ولي لطي دبادنا مركا أي خلافين وحكمد على سبيل المثال أبو المعال الجويني مسألة نوكلا وحوية وحو تلمام إياه إن يتهي مسألة أن صحهين أي تلمام إياه وحورنا يا مركو برهان كورم إياه مسألة وشيق إياه وانا فاهنا يا حانو ادو علينا يا شيخ خيقي بسايري حانو دوغات هدي ابو المعالي الجويني ويرا هذا الشيخ خيقي وحو اجيدا ابو الحسن الاشعري بوجيدا وي اشعري قحه مركا ادو علينا وحو كبلامن اشتهر من مذهب الشيخنا ابي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري رضي الله عنه مصيره الى ان المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف فهو مأمور مدعوم بالأمر الأزلي وقد تمادى المشغبون عليه وانتهى الأمر إلى انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب وقد سبق القلانسي رحمه الله من قدماء الأصحاب إلى هذا وقال كلام الباري تعالى في الأزل لا يتصف بكون أمرا ونهيا ووعدا وعيدا وإنما يثبت له هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين كما يتصف الباري سبحانه وتعالى بكونه خارقا رازقا فيما لا يزال طيب مسألة الشرحية هذا البضم بكل أرانيا وكل أرانيا وشرحية مركوصة أصوى شرحة بديد مسألة نفافاهيو أصل كمسألة إني معتزلة كتميو إشكالي سؤال ريين شوابست لقيت شوابي أي كان سطي أي مركة الممي شيخ ديت ساسوري شيخ يقول ساسوري عين كاسكو علينيا مركة دموح أرانيا
وهذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة إذ قالوا لو كان الكلام أزليا لكان أمرا، ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في أزله، فإذا بينا أنه لا يمتنع ثبوت الأمر من غير ارتباط بالمخاطب فقد اندفع السؤال، فآل الأمر إلى أن المعدوم مأمور على شرط الوجود، وهذا منتهى مذهب الشيخ رضي الله عنه. ده الشيخ وتعقب إياه وحيري. فأقول إن ظن ظن أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول. يعني هدوم ملايا مد ملايا معدوم كي أن تشرين وأن موجود بأهين إنه مأمور يهي حد كي عقل قواك بحر، يعني إلى الجنون بو بحر الحد العقل هدي لقبح الجنون بالله بحر. وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس، قائل كهذا الكيس سأرنيه مأمور وإيهي لكن وحكويهي قدرات وجود كيس اللي قدر يا أمال الشرطين أيانا تلبيس وي ودهس وحلديها يولا قلطيه. فإنه إذا وجد ليس معدوما، هدين لهيرون موجود ونقضو معدوم نماذي وكبحي ده معدوم مركان لما كلفيني والله لما خطابين موجود بلا لا خطابة. بس أنا اللي قاعد لينا وحكو صابصنتهي معدوم ما لا خطابي كرام مثلا لما خطابي كرام. فإنه إذا وجد ليس معدوما، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا. شكنا وحانو كترين تشريتانكو إنو شرط إياهي مأمورك إنو مأمور نغضين شرط إياه. وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور، وهذا معضل الأرب عت الماميا تاسي مركي موقتو وحصوهر ينظر كل إيقا يو أمر بلا مأمور مجرى. الشيخ وحو يري تاسينا معضل تهي بمعنى مسألة معضلة إني تهي أما معضل الأرب وي. فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس وفرض متعلق له محال. على كل حال استقل لفتيس مسألة دي حال عاد ومشيق ويوحو التلمام مسألة دون إشكال كل ظهر ويحكسه قبقبي مسألة ذا. فهذا مما نستخير الله تعالى فيه، وإن ساعف الزمان أملينا مجموعا من الكلام ما فيه شفاء الغليل إن شاء الله. وكانت شوابتي هو أما هذا يا وحل وعد ومشيق، لكن مذهب كي كالسود وقلي وذي أركا شيخ ماركو شرح يا آدمي سود يا إن مسألة واضح يا حانو كسر النقلية تقدين السبك إنو يلي مثال كمسألة إنو كلي وقل دوي ومثال فقه وكالة دكو سابسن أو تعليق وكالة تعليق لغو السمية مذهب كماركا لغو السعونة يا باطل ماركا إنو منجزها دبكر لغنو تصرف كان الشرط أينو كحرنو ويبنانته شرط وكحرن يهي لكن هو منجزه أينو كرقنا وحلو. وأقرب مثال لذلك الوكالة، فإن تعليقها باطل على المذهب، فإذا نجزها وعلق تصرف على شرط جاز وهو الآن وكيل وكالة منجزة ولكن لا يتصرف إلا على مقتضاها وهو وجدان الشرط تاسوك للشبه كل يديه. وحكرت الماما يا مركة لسيدة مركة أشعري قبو إنه إمام الحرمين كتابه كالأولي هاي وقر قاري سيدة مركة لقصة على كلام كإلهي إنه مشيئك حرية هاي مركة الدوران إلهي هالليو يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء كلام كي معين كان أنه قديم أهين لكن قدما إلهي وقصة فيسناولي قيبا هذا إنه هذا سيدة سوقصة فيسنا مركة سيدة لقصة على إشكال كان مثل أروريبا وحانو سأرورين كلام كان منزل كيل السود تشيي يدان خلائق دو تشيرين مدو إلهي كوها الله ماها يدان مخلوقات كتيران بربي كوها الله ما دام يسيد استهي مسو أرور يسو أوامر ينواهب الصوب بحضي يدان مخلوق بأنو تشيرين مدو إمانا يسمها علماء دي سلف كنا ما يقبين حنابلة الله نسبين يانا ما قبين لكن فرق السالم يلا يلهدو أيا قبتي كلام مدن معيم كإنه الرئيين ويضو عن عدل لخطة بابتشر إنه إلهي كهض لحروفتني أصواتا تعصيني مذهب كي أهل السنة مذهب كي السلف مد متلية ما مد متلية ما أها وأنا صاررتي أدلة يضو صيغة مضارع لقشي هذا الكو إلهي هالله أحاديث قار كدوا كتمي وقتي ذا قار كدوا يضو شرط لقحري وصاررتي آيات كقار بابي كتمي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني قرمو يلي أريني أنظر إليك مركو يلي موسى دبديد ما هكهر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه مركا موسى ميقاتك يبلنك أكويمي يوح الله يسكو عطفي هذا الكو إلهي إلا هذا لي أيها الله يسكو عطفي
عائشة محيط الحديثك صحيحة لشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيي برا أذي ذيني لهي كهضلو نفتي ذوي قال حق الرأي أن يتكلم يعني لهي وحسود الرسين يا يحدث من أمره يعني وحضون وسود الرسين وهكذا شرائع ذا نصاص اللي أقل يسكن صخي ونعس هذا يسكن مرتمي ويسكن مر ربي كهضلي وينك له الرين يعني سده وحوي مركا ناسخي منسوخة أي نقطة اللي مركا النسخي اللي تعرفينه محل وتعرفيها وخطاب متراخئة ومذهر مركا متقدم يعني كسو الضباء روري وآن مركا أين كل مكرنا يعني تنوع أساء أي تعرف كيس مركا ويحي مركا اللي وصعوا ذا مذهب كالسلف كا قول لي لهذا هذا اللذن قرته إلى هاي كو هذا اللي يعني ما أهين يذا المخلوق بتشرين مركو سؤال كنا أي كو هذا مركا ساس يذا قال لي لهذا مسؤال روري سمسألة ذني مركا إشكال كنا مركا ما إيمانيو مركا حاجة مسألة ذن لو قبع مشروع مسألة كلو حقا كنت تعلق ذا شفته وإلا يلاهدو هدي وحوية أي السيدة الصطهي مينا مسألة ذن كلا لفت يدو لمن نقنين نبي صلى الله عليه وسلم وحي قال له قصو الرغي إلى آخر الزمان داتكو أسوق دقليا مركا داتكي مركا تشوغا إنا السوق ودى قلان قرنين كوان دنبين مركا معدومين أها إنا السوق ودى قلان مسألة ذن مينا الشبه كل هاي بعض العلماء تاس إشكال وقصة ما يصي لقد وحي إلى هدين وحلقوا الصمينة على سبيل القياس وكوي هرال وقا قياسنا من طريق القياس بيكو صوقوا دا قلين بعضنا وحي إلى هدين ما يوحي أصوق قلين على سبيل أصل لما أي أصوق قلين وخطاب كاني دعيد با مركا لقول هاد لي يوتشوغي عدا لقول هاد لي يسوقوا دا قليسي مروال بنا عدي يتشوغ تا يسوقوا دا قليس مركا ورنا اسكا فراغ ما أهينو يدا عدي بتشيرين مثل اسكا خطابي ما أهين كو الدنبيي ما دانا مرك هلكي وكلا سوق غيران سيدي با حكمك عام و يهايو ايغون اسوق دغليا مرك لمده مساله نوعا ما فرقه و دخيه او وحو كلا دويهين مدنا عيد لا خطاب ما جرتو مدنا عيد لا خطاب وا جرتي مر والبن عده جوقتا يو خطابك كو دعيا ساس ايونوني وهو شيخ يقول رحمه الله ومن تعلق الخطاب في الازل ويعلم وحلوغان يا من تعلق الخطاب خطابك انه كو تعلق ايو او مخاطبين تلالا هذا لا يعينه كتعلقه في الأزل وقت يهرى أنبلا وقالهين أزل ووقت أنبلا ولهين والتقي وحلقوا قانا أن كل معدوم إن متكستو أن تشيرني لكن تشيري دونا دخل أسوق ودقل خطابك لكن على معنى إذا يؤهلوا مركا ليه وصوق ودقل وحلقوا شيء إذا معناها مركا إهل لو قرده إنه خطابك صوق ودقله موجود لغا يلد بديد حال كنو عاصا ما أهل مركا اللوغة ديغو أي سوق ديغل يمعنها سالوغة شيء يكون بالحكم القديم يفعل وحن نقونا يا حكم كاهر يي ساب تيسا مدفعل كي السمين يا أيو نقونا يا نعم له تعلق بالفعل بعد وجود مقتضيه الأصلي هابو يلي له تعلق وحا أصونا ذي تعلق أي خطابك أصونا ذي بالفعل فعلك وكو تعلقه بعد وجود مقتضيه كي كان سنة يي فعلك مركو تشرد بديد كي فعلك كان سنة يي مركو تشرد بديد فعلك واكو تعلقه مقتضي قاسو الأصلي أصلهن له نسبي من غير أن يباشر الفعل إساقان فعلك باشرن وفعلك دحقلن أي فعلك كو تعلقيا إلى فراغه لقا قارايو إلى أكفارقيا والفعل نقلا شملا والفعل فعلكنا نقلا شاملا حال مركا لسون نقليي او شريعة مركا يساقا لسون نقليي شاملا وحو عمي ميا للترك تقستا لقاتقو عمي ميا وعام بوك النقنية فهو أن يكف نفسه فهو تركه أن يكف نفسه وإنو نفتيس مركا عليه أو قبته أو فعلك كعليه فكان مطلوبا بالنهي مسه فكان وحو النقنية مطلوبا مثل الربا أيون نقول يا كفي قاسي بالنهي مسه نهي على لي درادي أيون مركا كن نقول يا مركا مطلوب مركا للربا ونقول يا مسألة ذا الشيخ وهل كان كجها الله يا وحي كصاب صنطاي خطابك التكليفك مركو صار ورو فعلك جرم كنت علق يا فعلك اللي يسكو كلفة مأمور به جاءها أما منهي عنه جاءها جرم كنت علق يا وحن ليس مكلفين مكلفوا به جاءه أما هو فعل وحل الصمين أما هو التقس وحلقة تقيه والله بالنوع
علماء قرن مدبب يسوع عليان وحيلا ما هو بفعل وتركه مي تركه فعل كوكتشره وتركه هو نوع فعل ما دام تركه فعل يهي فعل كليا لسكوك اللي فعل عرنايا فعل كي ومر وحن غنيا سمين وحلا سمين يمرنا وحن غنيا تجس وحلا قتلي الله بدن نوع با وأودع قرن وأصول شجنة تركه إنه فعل يهي أدي الذي يدري شدا العلماء كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون مركا ترك إنكار المنكر أي فعل كي وحما لقوا إطلاقه إنه فعل حين يهي لقوا مقعار مركا مسألة ذنو حيكوط على الغضاء فعل كي شيء محكوم به جاءها إلا يسكو كلفي دي مركا هو معدوم ومتشره إلا حصيني بقى للي يهي وحا لك على يوصمه أما وحا كتك شيء هو معدوم وحجر ما مسألة لفتي دقار بأدري شده مسألة ظهوري أبو المعالي لفتي سروه الشيغ إياه والله بالطريق بأدري شدين بيوليو طريقه ده أدري شده وحكم ذا إلا يلاهدو فعل كما هو معدوم فعل كما دام معدوم يهي مكلف به جيء معدوم أهدي تكلف كل عاي ولا يري لك كارا يا الصداس ومعدومنا يهي مكلف كلفتي سوى معدومنا تواضع كرتا إنا إلا كلفه وخطابك كتعلقه سيدو مكلف به قبا وتعلقه يسوى معدومه مكلف كان يسوى معدومه إنه كتعلقه وادعكت وقياس مسألة أي دون يعني إنه وقياس وحشقة المامية مما يتعلق بالمسألة السابقة وهو تعلق الحكم بالمعدوم تعلقه بالفعل المعدوم من الفاعل الموجود بعد وجود سببه المقتضي له كدخول الوقت مثلا للصلاة وهذه المسألة من أشكل مسائل أصول الفقه لما فيها من اضطراب المنقول وغموض المعقول وهي في الحقيقة دخيلة فيه وإنما هي من عظائم مسائل الكلام وهي قليلة الجدوى في الفقه وإنما ذكرتها لمناسبتها لما قبلها كالاستطراد وحانو الشيغية مسألة ذا الخلاف بطن وقصفا أي شيغية مسألة ذا أطبال سوء خلافة أقوالنا الشيخ وصور نقلني مسألة ذا قصة بصن وصور نقلني سيدا لك الشيخ الدورتي وحيطاي خطاب كان تكليفك وحكو تعلقيا فعل كلفتيس وحكو تعلقيا إستغان ولي لا تشرسينين إلا تشرسيو هدو النهي يهينا إلا قد تقول لإسكدة أيها تعلقيا تعلقا وخطابك وحكو تعلقيا نباقب ونقنيا إلا فعل كلاقا فاروقيا وصيدي بخطابك وحيصدا لكن أشاعر بدن كود المسألة ذا ما يمرين سيدا بدن كود مرين وحيطاي خطاب كالتكليفك وحكو تعلق إياه فعل كمركا لباشرين إنتان لباشرين وأن فعل كيلا دحق يلين كهر خطابك ما تعلق إياه مسألة ذا النوع عاصا أي كتك سبكي نواكو الشيغي كتاب كيسا قارب ذا نوكال نواكو الشيغي وحرنا يا صاحب المراقي سوى سبكي كاقاذنا يا وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه وحليل أمرك لو مجهيه ولا قول ما خطاب أيوه مركب فعل كتربص لقصة ما يقول لا بحق قلم وياني كهر شهين تيس ما بتشروا مركب يعني خطاب كان يكون متعلق أيوه وحسيت أيه منتبه ميت براروك سب سايلي مركب إشكال بصار وراكو صابسن هذي عين كاتهاي كان نهي جاه إلا فعل تربص بلا قصة ما يني مش مية اللي خطاب كيس جور ما هذبكو تعلق أيه وحيس كده بلا الحرام وياني لا تفعل كذا الحين هو معدوم وحان لي اسكده فعل وجود يوم مركن الله ايمان انا ما تشرو اسكدين بالامر فالله مقبله على التلبس للكف وهي من ادق الاسس وحت الماميا عنانت هدب الروح لو عنانانيو شيء ما حد اسمين ويدي عنانت لو عنانانيو وحو نقنيا او دعيا انو كدهن يحي يعني كفي وفعل كي اسكداي فعل بو كجرا مركا فعل كانو كجرا لو عنانا يايو اه اسكداينتا نفتي وكعليه وكقبطي واجب هيدنو سمايو واجب كي وانا سمين واسكداي هو عاصم كن نقضي وهو عاصم كن نقضي يعني فعل كلو كدهن يحي فعل كا كلو ما حي فعل كاس وكفي مركا وهي من ادق الاسس بكلي مساله اشكال وين بكين السايو وحي بعض يلاهدين وحكا إيمان كرتا إنه روح يلاهدو لا أفعل حتى أكلف مربها دي اللي يلاهدو التكلف وحكو تعلق فعل ككلية مركا متربس لقوية إيه قبل ذلك كما بتعلقه دي خطاب كان يقول ما بتعلقه
أنا يقول مركا إما بخص سيئه وهي متلبس مئه حالا يقول ما غيا مركا وحوية لا أفعل حتى أكلفه أرنكرا ما السمينا أيو إلا اللي يكلفه فرد يقول وحياي دي لا يكلف حتى يفعل تيه الدبسين اللي وقبحه باوح الله كياني أولا يلي كفي أيو كل يهان يهي سيدا لقو عنانا يوطاه كفي قاسي ومحي فعل كي السمي بالي واجب بيكو طاهي ما السمينا ويسك داي فعل كالو لدي كوه بمتلبس كويهو كفيه والنفتينو كعليه تلقو عنانا يوطاه أمر كنو حل لازم سنيا أما كنتو سنيا لدكي سين للريبيو مركا ريبيستا لدكي للريبايو أيو دي مركا مباشر ويهي تركي تركي جنا أمر كو كاللازمي ما دام أمر كاللازمي دي مباشر للتركي وي سيدا سوء النقضي مدل لقو عنانا نيو عقابنا أوكو متايساني تالفتي دي برماوي نوعا ما وتعقب أيو حورنا أيو إن لي لادو تركي كاللازمي تجيستا أو أمر كان كتجي أو متلبس تاكو يهي أيا مركا لقو عنانا نيو أما دبتو مركا أغتميو يعني لقو عيبين أيا دي وحي فرع كتا أي مركا ورا أصل كاين لصبا دان أمر كيبا كو تعلقين كان لقا فرعين أيا صدو كو تعلقا مركا إساقو حمر يا شيخو خطاب كا التكليف كو مركو سوا أرورو وحو كو تعلق أيا إساقو معدوم إساقو معدوم أوانو فعل كتشرين أيو كو تعلق أيا تعلقا سنا باقب النغن أيا إلى فراغه إلى أكفارق أيو أيو صاب باقب النغن أيا مركا إنو فعل كالسالة أنها هنا تركينا وكو قد تشراه تركينا وكو تشرايو قدس وفعل أو كفغا نفتا أعلن أي أرن وجودية ساسي دوي مسألة لفتا يدى السيدة يا شاعر كتغين أبو المعالي والردينية أو حورنية ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به ونقلوا عن المعتزلة خلافهم في ذلك ومصيرهم إلى أن الحادث لا يتصف بكونه مأمورا به في حال الحدوث وبنى المشايخ هذه المسألة على الاستطاعة وتعلقها بالفعل حالة الحدوث وزعموا أن الحادث يتصف بكونه مقدورا عليه في حال الحدوث وزعموا أيضا أن من حيث نعتقد كون الحادث مقدورا بالقدرة الحادثة متعلقا للاستطاعة نحكم على مقتضى ذلك بكونه مأمورا به إذا ثبت الأمر فيه والمعتزلة بنت على أصلها في استحالة تعلق الأمر بالحادث من حيث قالوا الحادث ليس متعلقا للقدرة كالباقي المستمر الوجود وما لا يكون مقدورا لا يكون مأمورا هذا مسألة وشرحية هنا أرنيا ومذهب الشيخنا رحمه الله أن القدرة الحادثة تقارن حدوث المقدور ولا تسبقه الشيخ يجي أبي حسن الأشعري أبي المعالي باله مذهب كيس وحوي قدرة حادثة أهي السود وقدرة مخلوق السقناطي قدرة إلهي وقديمي وحيكون لما ناتا مقدور كالأود أيه بيكون لما ناتا كما نهو الرئيس كمسألة وحيكون تعلق ذا استطاع أي قدر قدرة مخلوقنا وحيلين وعرب والشيء مركز سود درين أيه استبتشوغ وعرض كنا لا يبقى الزمانين إلا بو وقت باقي من نقضه لبحي اللي عرض كنا باقي نقضه وحيكون لك أنت كلمة الجاري سيدي بيصعون أيه بيصعون أيه ما يسلي يجي باتشوغ ماش كوي هور الصعود قاردن بايمي كوي هور الصعود قاردن بايمي ساسي سود باتشوغ قدرة نوع عرضه أودي مركا وحات كو أودي سيدو تي هور تقطي مدن بعد بتشوكت ساسي سود بتشوكت يا مركا العرض لا يبقى الزمانين بقاعده كدكتين مساله النوع اصلا شيخو وكو ديرادا وحنا اورنيا مساله قدرته من لازم سنيسو يعني الراي مركا كو تغين حدين افتي من نص سدا ايغو يراهدين اما سدا اي ربان ان يراهدان وحيليهن تكليف كان عد وح لو كلفيو دي وا ان قدره جرت او اوديو وح أود الشيء أود يانا قرت أود وقرمة ما أنت هنو الشيء السمين با مسوى مركو السمين أيو هدي لي هل لبدا بوا أود إياه عرض كي أباق النقضين لبا الزمان وكل الدوان باكر دارنس والعرض لا يبقى زمانين ساس أود تنهر كالصول لحو حتى هذا مركو وفعل كالسمين يكل ينبو أود أيو قدرة مقارنة لطح ويقول لما أنت كما هو الرئيس ساس يضاقه ساس أود بي وحي لهدين دي قرطة أو أودة يا خطاب كنا كنت تعلقها كما هو الرئيو كما هو الرئيو شيخ هذا مسألة وخلافة يا يو
وأنا الردين يا مذهب أبي حسن سوى الشيخ يسيء هود ومركا آد وقع العلينا أيها شيخنا 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 أو حرانيا وليس امتناع تقدمها وقدرته تشيداي متلقا من قضايا القدرة فإن القدرة الأزلية متقدمة على الحوادث لا محالة إنه مستحيل تهي قدرة إنه كهر مرته فعلك لقلم كل من قضايا القدرة إذا إيش قدرة وح لقى قاتو لقلم كل من معها وقدرة إلا قدرة كينصنش وهي قدرة أزلية أو قدرة إلهية ويكهر رئيس حوادثته مركا مربع هضي كهر رئيسه محا مستحيل كردقي قدرة حادثة الفتيدون مركا إنه كهر رئيسه محا مستحيل كردقي وإنما امتنع تقدم القدرة الحادثة على رأي أبي الحسن رحمه الله من جهة اعتقاده استحالة بقائها قدرة سينة باقي نقول رئيسه وهذا مضطرد عنده في الأعراض أجمع ولو تقدمت القدرة لعدمت عند حدوث المقدور فلا يكون المقدور متعلقا للقدرة وذلك مستحيل عنده يعني واقف تيمي مراتك وقتشهده سيدويه يدور ردية وحيري ومذهب أبي الحسن رحمه الله مختبط عندي في هذه المسألة يعني مسألة دي شيخ مركا وردية أبي المعالي أو حط الماما يا مسألة دي إصلاح يستطيع يعني مركا قمّن إنني أهين أي مركا تلماما أدنى وأردني وأيو حي ولم مغطي مسألة إننا الصواب أهين أي مركا ولم مغطي وأنا دعي شرتي علماء ذو مسألة عد آدو قوي إنها بكو تكتي أما مشايخ ذو ذو يهكو تقام بي إن أي مركا رديان هدين الصواب ولم مغطي تاسي يدا علماء ذو أسمين شرتي تنو النعاس مركا سيدا هدبا مركا الشيخ أردقي بافي عن برماوي وأه فعلك مركا وحوية إنتان لباشرين واكو تعلقا مركا دمنا واباقي نقونا يا لغا فارقه واباقي نقونا مسألة هدبا أصل كالغا دكتوك السابسان عرض كان لبا قور باقي نقونا يدا لفتي دا دا علماء دا قار كودو حتى أشاعره مدمدو بإلا يلتي مسألة داس عاكم دا إبراهيم الباجوري كتاب كيسا جوهر دا وكشر حيوه تحفة المريد اللي يلاه دا وحورنايا والحق أن العرض يبقى زمانين وعليه فلا مانع من تقدم القدرة على الطاعة عنها فتحصل من ذلك أن في التوفيق قولين ده بدنا شرحة تحفة المريد كأيو كورنا يا صفحة بقول شيخ مركا لفتيسو ندوا صلما يا برماويو وحيساق لفتيسو هذا الكباجوري ده يساق مصورين ودهو كهري باجوري باجوري ده وحيمانا يا بعد البرماوي بقرون أيوه مني، وكن يدي لا بقل يتضبي تضواتهم كأيوه لنتي وحنوها الشيخ الأزهر جامع الأزهر شيخ يسي أيوه أختي يسيها مركز سيدة أدي مركز دباء أمر الدون باجوري أيوه مركز هران أدي الشيخ وافقيا ونمتك أوليقي وافقيا وشرح يا مركز هران يا قدرة دي بقى اللبا معنى يدي النقونا يسايا ومرنا وحلوتش إذا حقي آلاتك إيوه يعني مركز وحوي وحي فعل كوبا هنا يحسين حاضرين مرة وحلوتش إذا توفيقي سيدا النوع عاسئوت الماما يوصيدا الطحاوي عقيدتي سكوشاكي أو حورنا يا استطاعات ولا ما استطاعوا أبو جعفر الطحاوي وصدح بقول يا وحي أربنتي أيا الشيغية كتاب كاعتقاد كان كوشيغية استطاعة أما كريتان كوحل أودا ولا ما استطاعوي استطاعة قبل الفعل يا استطاعة مع الفعل مطنق الطحاوي ذي كتالا ابن أبي عزنا شرحها سفي عنب واضحنا وشرحها خلاص صدى وشيغينا وإشارة يا باجوري إساقان مركا طحاوي ونسبينين مركا تنفعل ككهر الرئيسي قدرة أهي وحيتها وسلامة الآلات فعل كوح أباهن يوردن إني حادره آلات كي يعي مركا النبط قبان هدو حول أباهن يحوله الله أيوه هدو مركا أباهن يهي حوق الله أيوه يعني مركا تاسي أي حاصل تهي تاس أي مركا وحلو تشيده وتقبل الفعل يا تمع الفعل نواتي التوفيق يسلنسين تأهي تاسيه فعلك كما هو الرئيس فعلك كما هو الرئيس وحي علماء قاركوت كوكا لا إطلاقين لبدا مركا كل شيء يعني لبدا قدرة أما لبدا استطاع مصحيحة يموجبة مصحيحة ومحي تكليف كيبا يصح قرين يسا اللي قاعد المحيطة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سيدا آيات إلهي نوشا نفنا كران كيدي مويوح كلا يكلف معي مركا هو مصحيحة تافعلك هو الرئيس تنكر هو موجبه يعني فعل كي واجبين إيسا بمعنى لازم كاردي إيسا
وكعبر يا مركي سقط طحاوي والتي يجب بها الفعل أي يقع بها الفعل يجب حقك كذا تو فعلك كل عيو تسوى مع الفعل كم هو الرئيس وتوفيق دي أي اللوتشي مركا وحوي على كل حال سداس تفصيل كيهي أي الصحن إن مسألة الله تفصيلية علماء دي أشاعر قاركودنا إن الراعين ومسألة السلاء وقليهين وين أرقنا الشيخ اللفتي سنة برماوي يعني وحوي أن هذا الكيس ما قال كيس سداس أي مركا أولا عيا أقوال بضم وصول نقلنا إياه لكن سيدا مركا وحوي متن إلينا قلت الله وصحوي نعم نعم تنقاد بو استعمالي برماوي خاصة شرح آدي آد سعلني واستعمالي نعم توح اللغة شيدا حرف استدراك باللغة شيدا وبمعنى لكن أيا لغت المامية وأنا أري النادر وديبا مركا يساق كتبت مشهور كاللغة مشيغو نعم أو استدراك الله استعماله هيا شيحة واشيدا قاركو ذا أما النحواء أما فقية أما غير كودة أي مركا قار متعدد الشيء نعم إلا وجد بمعنى لكن وبمعنى لكن أي اتماته وليها الشيء هذا أنا حصصتنا وحكم إذا السجاعي حاشية دي سأكلي هي ابن عقيل كأكلي قار كروب بضن نواشي لكن كتبت مشهور كقار بضن بنقرين مركا نعم توحي وجد معنى استدراك وجد وحولي نعم هيا شيء له تعلق بالفعل وحليه تعلق فعلك كتعلق أي خطاب كليه بعد وجود مقتضيه كي كان سني مركا لهلد بدي الأصل كاكين سني أصل كله نسبي مقتضي وحكم مثالي كدخول الوقت مثلا للصلاة سيدا وقت إنه صوق له وصلاة مركا أصغنا من قبل أن يباشر الفعل انت انو فعل كباشرين كهربو كتعلق يا فعلك خطاب الى فراغه لقد قال ايو الى انتو كفاروق ايو تعلق سوى باقي نقن ايو والفعل فعلكنا فعل مركا انو شيغي انو نقلا اي من حيث نقل اما من جهة النقل حق نقلق شمل وعمم شمل اي الشمل اللي بدأ بواه اللي يلا هدايو ان ميمك اللهوص لقيا ان لقودو لابد أبو أتم هذا والله بلغه شمل يشمل 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 للترك تجسته وحلقته وعمم إياه لا مكمرك مفعول كي بجري ويسك الزيادة فهو أن يكف نفسه فهو ترك عن شيء إياه أن يكف وإن عليه نفسه نفتيس عليوي نفتيس أيك علني يفعل كي ويسك الدينية فكان مطلوبا كفّك سوحون نقنية مثل لقرب الروح أيون نقنية بالنهي نهي السابتين لقرب نهي قاس مسه تابطي أو ما بمعناه أما وحلا معناه يعني أيو مركا نقنية مد مركا الله قربه أو ما بمعناه وحيكو عطفنتهي بالنهي انتيكو عطفنتهي وحلا معناه وحلو تشيدا فعل الذي أمر تركي كيسنا يسيدا أتركي أمسكي يعني دعي ذرئي إرياض لم يتكا أيال لوتشيدة الكائن وقد شغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.